حواري مدين، هذا الزعيم والمفكر الإنساني الكبير الذي في شخصيته قد اختزلت كثيرا من المسائل، سواء بتاريخ الجزائر أو تاريخ الثورة الجزائرية أو ما قدمته الجزائر من مفاهيم إنسانية لهذا العالم، سواء على صعيد التجربة الجزائرية بعد الاستقلال أو دعمها ومفاهيم دعمها لحركات التحرر، لأنه لو كان هناك عدل في هذا العالم لأقيمت للجزائر تماثيل في أكثر بلدان العالم خاصة إفريقيا وأمريكا اللاتينية. لن نسمع في يوم من الأيام رغم 40 سنة من صمود الصحراويين وقتالهم ومواصلة كفاحهم حتى في الأرض المحتلة أن هناك جزائري يقول الله تعالى ما القضية.